الأخبار السابعة من قناة طناصح، والبداية بأهم الأنباء. اشتباكات عنيفة بين قوات شورى الثوار وقوات الكرامة في المحور الغربي، والطيران الأجنبي يواصل استهداف العالقين في قنفودة. حفتر يطالب مناصريها في طرابلس بأن يستعدوا لما وصفه بالنصر القريب. في السابعة أيضا، حكومة الإنقاذ تصف منتدى لندن بالمشبوه وتؤكد أن لقاء تونس جاء استجابة لمطالب عملية الكرامة. سلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته. أفاد مصدر من مجلس شورى ثوار بني غازي لقناة التناصح الجمعة، أفادنا بتجدد الاشتباكات بين قواتهم وقوات ما يعرف بالكرامة داخل المحور الغربي. المصدر ذكر أن قوات ما يعرف بالكرامة تشن هجوما عنيفا على منطقة قنفودة، مضيفا أن قوات الثوار تمكنت من استهداف سيارة تابعة لقوات الكرامة في منطقة قنفودة، ما سبب في تدميرها ومقتل من كان فيها. شن الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بالكرامة صباح الجمعة شن عدة غارات جوية استهدف فيها تمركزات لمجلس شورى ثوار في منطقتي قنفودة والعمارات الصينية، وذلك حسب مصدر من المجلس. المصدر ذكر أن الطيران يكثف من استهدافه للمنطقة، فيما شن الطيران الأجنبي الخميس ما يقارب 8 غارات أيضا. هذا يحلق طيران الرصد والتجسس بشكل مكثف على مناطق سيطرة شورى ثوار في منطقة قنفودة. هذا وقد استشهد 4 من مقاتلي مجلس شورى ثوار بني غازي في الاشتباكات التي شهدتها منطقة قنفودة خلال اليومين الماضيين. مصدر من المجلس ذكر أن 9 من مقاتلي المجلس أصيبوا في الاشتباكات، مضيفا أن إصاباتهم تتراوح بين المتوسطة والخفيفة. هذا وشهدت منطقة قنفودة الأيام الماضية اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات شورى ثوار بني غازي وقوات ما يعرف بالكرامة. للوقوف أكثر مشاهدين على ما يحدث في بنغازي وتحليله بالتحديد، معنا عبر الهاتف السيد محمد النعاس، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد النعاس، نرحب بك معنا في أخبار السابع من قناة التناصح. السؤال هنا، كيف تفسر عودة الاشتباكات في منطقة قنفودة والطيران أيضا، أي القصف بالتحديد، وخاصة بعد إعلان عملية الكرامة لتحرير منطقة قنفودة بالكامل؟ وحي السادة المشاهدين، والله هذا لي تفسير واحد فقط، وهو أنهم الأخبار اللي قالوها أخبار كاذبة. هذه طبعا معروفة عليهم، يعني من 3 سنوات فاتوا البدايات، قال أنه سوف يحسم المعركة في بنغازي في أسبوعين ثم أسبوعين ثم أسبوعين، ثم أصبحنا 3 سنوات قال أنه حسم المعركة في قنفودة، ثم ثاني يوم ما أصبح يقصف بالطيران، وهذه من بعد مستوى العسكري تعتبر فضيحة. يعني العسكري لما يقول اني حسمت المعركه يعني احسمها، لما يقول اني احتليت الموقع الفلسطيني يقول احتليته. يعني هذه بضاعه حفتر، يعني ليس فيها من جديد. يعني طيب، ما هي الاهميه الاستراتيجيه التي تمثلها منطقه قنفودة بالنسبه لقوات الكرامه؟ ليس فيها اهميه استراتيجيه لان هي ضاحيه. اذا لماذا هذا التحشد عليها بالتحديد سيد نعاس؟ طرابلس يعني هي ضاحيه، هي ضاحيه وضاحيه صغيره جدا، يعني ما نقارنهاش بجنزوره وبتدوره. فيعني هو المهم انه هو عنده مجموعه بؤر ما زالت موجوده في بنغازي، مثلا بؤر سوق الحوت، بؤر القديمه الصابري، منطقه القوارش بريونس الان مش صافيه 100%، منطقه بوسنين، هذه كلها فيها مشاكل بالنسبه لي، لم يحسمها بعد يعني.
طيب سيدنا عسك، سؤال أخير قبل أن نختم معك هذه المداخلة. بالنسبة لخليفة حفتر وحديثها عن ما بعد تحرير منطقة جنفودة، وهو يتكلم عن تحرير كامل التراب الليبي، والبداية أعتقد من طرابلس حسب قوله، ما الذي تمثله هذه التصريحات؟ وهل هناك لربما بعض الأشياء تدبر في الخفاء؟ والله بالنسبة للصراع في الحرب هو أحجام وأوزان، لا أعتقد أن هذا الرجل طبعا يتمدد خارج حجمه، ولذلك ينتظر أنه هو يتحطم في أي لحظة. يعني هو إذا كان بنغازي التي يسكنها 1,000,000 نسمة وهجر حوالي ربع سكانها وثلث سكانها ولم يحسمها على مدى 3 سنوات، إذا يحتاج إلى 20 سنة عشان يحسم معركة في طرابلس. هل هو عنده من القوات ما تستطيع أن تتحرك على محور يعني طولها 1,000 كيلومتر وتنتشر انتشار تعبوي؟ هذا كله كذب، هذا كله لا يصدقه إنسان عاقل. يعني ما بعدين عنده الجيب بتاع درنا، هذا جيب كبير وأخطر من بنغازي، هل يستطيع أن يحسمه في سنة أو سنتين؟ مش حيستطيع، كلها ادعاءات وأكاذيب يعني. نعم السيد محمد نعاس الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لكل هذه التوضيحات. هذا وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلنا مصورا يظهر جثث عدد من الأفراد العالقين في منطقة جنفودة السكنية، والذين قامت قوات ما يعرف بالكرامة بقتلهم بعد خروجهم من المنطقة. أفادت مصادر طبية في بنغازي سقوط أكثر من 20 قتيلا و40 جريحا أيضا لقوات ما يعرف بالكرامة في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنفودة في اليومين الماضيين. المصادر ذكرت أن الجرحى والذين يفوق عددهم 40 عنصرا إصاباتهم تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، مضيفا أنه تم توزيعهم بين عدد من المستشفيات في المنطقة الشرقية. هذا وشاركت 8 كتائب تابعة لما يعرف بالكرامة في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنفودة والتي وصفت بالعنيفة. قال مجرم الحرب خليفة حفتر في كلمة مسجلة له الخميس، وعد فيها كل الليبيين بما أسماه النصر القريبة في بنغازي وطرابلس وسبها وكامل ربوع البلاد حسب ما ذكر حفتر. ولن ينقض الجيش عهده ولن يخلف وعده. اليوم حق لكل ليبيين في كامل ربوع ليبيا الحبيبة، في بنغازي العصية، وفي طرابلس عروس البحر، وفي سبها جوهرة الصحراء، وفي كل مدننا وقرانا الجميلة الطاهرة، أن يفخروا بجيشهم وأن يستبشروا خيرا وأن يستعدوا ليوم النصر الكبير القريب. بنغازي التي كثر الحديث عنها وتناقلت صفحات تابعة للكرامة تناقلوا أخبار السيطرة على بعض مناطقها، جيش تصوره القنوات ندا للجيوش العتيدة في كل العالم. تفاصيل أكثر عن سير المعارك نتابع سويا. أنباء كثيرة ومتضاربة عن معارك بنغازي الدائرة منذ فترة طويلة، فما أن يلي الناطق باسم ميليشيا حفتر أحمد المسماري بأية معلومات عن سير المعارك في كافة المحاور حتى تأتي تأكيدات من أطراف عدة بعدم دقتها، أولها مركز السرايا، وأخبار أخرى عن سير المعارك في مناطق كان قد أعلن السيطرة عليها، وربما ذكر حفتر لفئات يعاديها هو ما يفسر ما يفعلونه. الجيش والأجهزة الأمنية هؤلاء الناس قاتلوا معانا بشراسة وبقوة صراحة، الأجهزة الأمنية بالذات، ولكن من قاتل؟ نحن كنا نقاتلوا في الخوارج طبعا اللي هم دواعش، لكن المحاربه مش في الدواعش بس، اخوان المسلمين والجهويين والميليشيات والدروع. انباء كثيره تؤكد السيطره على مناطق من مدينه بنغازي مثل جنفوده والعمارات الصينيه وغيرها
ما تلبث أن يأتينا نفي لها أو أخبار بسير المعارك فيها ومن نفس المصادر. هذا ما أصبح يضع شكوكا كثيرة على صحة هذه التصريحات، وخاصة بعد موجة الأخبار الإذاعية لأنصار الكرامة والواردة من بعض القنوات مثل العربية والعربية الحدث وسكاي نيوز وغيرها، والتي تفيد بالسيطرة عليها. إعلان بتحرير هذه المنطقة أو تلك من المسمار، أو التصريح رقم 100 من مشير وادي الدوم باقتراب تحرير بنغازي حسب زعمه، سرعان ما يكذبه سير المعارك أو وكالات الأنباء. وبعد أن تتحرر بنغازي بإذن الله في الساعات القادمة، إن سمحتم له أن يستريح ويسلم قيادة المعركة لأحد أبنائه من الضباط الشبان. وقنفود التي كثر الحديث عنها وتناقلت صفحات الفيسبوك أخبار السيطرة عليها، جيش تصوره القنوات ندا للجيوش العتيدة في العالم. قيل إنه دخل قنفود بعد 3 سنوات من القتال، وبمشاركة الفرنسيين والإماراتيين والمصريين والأردنيين، بل وحتى البلاك ووتر. فهل يعتبر هذا نصرا إن صحت هذه الأخبار؟ أم أن إطلالة المسمار وزلات لسانه لا زالت على موعد مع كاميرات التلفاز؟ وهذا ما يذكرنا بقوله تعالى: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ أم أنه ما زال يملك ما تبقى من أشعار الفاتح الكثير، وما زال عنده من الغاوين أكثر؟ وصدق الله حين قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. حمل مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء المجتمعين في تونس المسؤولية الشرعية والتاريخية جراء الاستمرار فيما يقومون به من تمديد للاتفاق المزعومة. مجلس البحوث وفي بين الله دعا المجتمعين في تونس تحت اسم لجنة الحوار إلى أن يعودوا لرشدهم ولا يواصلوا إصرارهم وتعاضيهم على شأن مصيري لم يخولهم أحد أن يتولوه، وهم يسعون لتمديد الاتفاق الذي أضر بالناس ومصالح البلد، خاصة بعد ما شهدته ليبيا من شلل تام في المؤسسات الرسمية والخدمات للمواطن. وأشار المجلس في بيانه إلى أن البلاد عانت في ظل هذا الاتفاق من أزمات متفاقمة وتضييق على المواطن. من جهته أكد عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية الشيخ سامي السعدي في تصريح لتناصح، أكد عن فشل اتفاق أسخرات الذي وقعه ممن أسموه أنفسهم بفريق الحوار دون أي تفويض أو تخويل من قبل الليبيين، طالبا منهم الكف عن العبث بمصير المواطن الليبي. السعدي أضاف بأنه تم التواصل مع الكثير من أعضاء فريق الحوار من قتل واعتداء، وطلب السعدي أساسة داعمين للاتفاق بالاستقالة إن كانوا يحترمون شعبهم، مؤكدا بأن الليبيين القدرة على تمييز بين من يمتلك الحجة وبين من يفتقدها، لا سيما بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي. دعا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل نشطاء حزب العدالة والبناء وقيادات جماعة الإخوان لتعديل موقفهم من المادة 8 بدل تسليط أتباعهم ضد فضيلة المفتي. الغويل وفي تغريدات له على موقع تويتر أضاف أن بعض شركاء الوطن ينظرون لمدينة مصراتة بسلبية بسبب سياسات المجلس البلدي للمدينة والدعم لحزب العدالة المرفوض في كل ليبيا على حد قوله. هذا وأشار الغويل إلى أن كل تصريحات المشاركين في اجتماع الحمامات التونسية تشير للاستجابة لمطالب عملية الكرامة لإنهاء أي مواقف قد تمس بالصفة التي يحملها حفتر وفق ما قاله الغويل. وصفت حكومة الإنقاذ الوطني الخميس منتدى إعادة إعمار ليبيا في لندن بحالة جيدة من مرحلة اللاوعية التي يقودها أحد نواب مجلس الرئاسي المقترح، مشيرة إلى أن هذا المنتدى هو استكمال لرهن اقتصاد الوطن الأجنبي على حد وصفها.
الحكومة وفي بيان لها أكدت أن من اسمته مجلس الوصاية وبعد أن فتح أبواب الوطن للتدخل العسكري والاستخباري يقفز ليجمع تجار الخيانة ويعرض الوطن برسم البيع مبينا أنها قد أعلنت في أكثر من مناسبة بأنها في حل من أي معاهدات أو عقود تصدر عن المجلس المقترح، مؤكدة أيضا بأن منتدى لندن لإعادة إعمار ليبيا يمثل مضيعة للوقت والمال العام واصفة إياه بالمشبوه. أصدرت الهيئة العامة لصياغة الدستور الخميس بيانا استنكرت فيه النتائج التي توصل لها المجتمعون في مدينة الحمامات بشأن إنهاء مدة عمل الهيئة. الهيئة قالت إنه لا يمكن إنهاء عملها، وذلك لأنها تأسست بموجب المادة 30 من الإعلان الدستوري ونظم انتخابها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013. وقالت أيضا إن المجتمعين أوصوا بتفعيل المادة رقم 52 من الاتفاق السياسي قبيل تعديل الإعلان الدستوري، الأمر الذي سيدفع نحو العودة إلى الخلف وفق بيان الهيئة. يشار إلى أن هيئة الدستور شهدت خلافات حادة بين أعضائها وصلت إلى حد مقاطعة 11 عضوا للجلسات. أكد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي أكد أن جهود دول الجوار الليبي مهمة لمساعدة الليبيين على التوافق، ولكنها لن تكون بديلا عن الدور الليبي. الصلابي دعا في حديث مع قدس بريس القوى السياسية والوطنية والعشائرية أيضا في ليبيا، دعاهم إلى العمل على إنجاز مصالحة حقيقية لا تستثني أحد. وبارك الصلابي مجهودات تونس والجزائر ومصر أيضا من أجل إنجاز الاستقرار في ليبيا، وشدد الصلابي على ضرورة احتضانها من مختلف القوى بالداخل من أجل وقف نزيف الدم وتهيئة المناخ لتمكين الشعب الليبي من اختيار ممثليه في البرلمان والحكومة، على حد تعبير الصلابي. فاصل قصير وتتابعون من بعده. في الولايات المتحدة ليبي يطور أصغر جهاز في العالم لضعاف السمع. قصة ثورة. من أنتم؟ من أنتم؟ أفسد وطغى وتجبر، فثار الشعب على الطاغية وحلم بالحرية، ويعد الإعلان الدستوري مجمدا، لكن الفئة الباغية ظلت باقية. لو لم يأتنا حفتر جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه. تريد خلافة الطاغية في الزعامة وترفع خداعا راية الكرامة. نحن الشهداء لا ينسي الشباب. فوقف لها الثوار كالصخر وسطروا بدمائهم آيات المجد والفخر، وكانوا لليبيا دوما الفخر. Oh,
أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي إن الرئيس الباجي قائد السبسي طرح عند زيارته الجزائر على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤية تهدف إلى الدفع باتجاه حل سياسي شامل في ليبيا دون ما إقصاء أحد. الجهناوي أضاف في حوار مع جريدة أخبار اليوم المصرية حيث قال أن بلاده ستعقد قريبا اجتماعا يشمل وزراء خارجية تونس مصر والجزائر لبلورة رؤية مشتركة لإنشاء حزام لدفع ليبيين باتجاه التوافق، مؤكدا أن الأوضاع في ليبيا معقدة والتدخلات الأجنبية لا تدفع نحو الوفاق بتاتا. من جهته بحث وزير الخارجية المصرية سامح الشكري والجزائر رمضان العمامرة بحث الإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية بشأن الأوضاع الليبية. المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال إن الوزيران ناقشا على هامش مشاركتهما في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ناقشوا الجهود المصرية لتسوية الوضع في ليبيا والإعداد للقمة الثلاثية، خاصة إضافة إلى احتمالات تنظيم للقاء في القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسة. كشف مسؤول العلاقات الخارجية في حركة النهضة التونسية رفيق عبد السلام عن وجود مبادرة تونسية جزائرية قد تتوسع لتشمل مصر لاحقا لحل الأزمة الليبية. وأشار مسؤول حركة النهضة إلى أن زيارة رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى الجزائر تدخل في إطار الاستفادة من علاقته الواسعة بأغلب الفرقاء الليبيين بهدف إقناعهم بالجلوس على طاولة واحدة ألا وهي طاولة الحوار. واعتبر عبد السلام من جهة أخرى أن هناك مبادرة تونسية جزائرية تتعلق بتسوية الأزمة في ليبيا وهي تحظى بدعم وتأييد الغنوشي، كما أن هناك حديثا عن إشراك مصر فيها بحيث يتم تشكيل رؤية ثلاثية مشتركة للدول المجاورة لليبيا، خاصة وأنها من أبرز المعنيين بحل الأزمة الليبية. جددت فرنسا على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال جددت تأكيدها على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية الراهنة. نادال أكد أن المصالحة الوطنية وتوحيد الأطراف كفيل بتحقيق استقرار ليبيا، مشيدا بما سماه دور دول جوار ليبيا في دعم تحقيق الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا أن فرنسا تدعم الجهود العربية لدعوة الأطراف الليبية إلى حوار شامل. يشار إلى أن فرنسا من أبرز الداعمين لميليشيات ما يعرف بالكرامة في حربها على ثوار ليبيا. في شأن آخر، حيث قامت مجموعة ملثمة في سيارة مصفحة ظهر الخميس باختطاف عمر العاقل أحد ثوار سوق الجمعة بعد مداهمة لبيته. وأفادت بعض المصادر أن المجموعة الملثمة تابعة لكتيبة الردع، هذا وتشهد منطقة الإغرارات حالة احتقان كرد فعل عن حالة الاختطاف. يشار إلى أن عمر العاقل هو أمر كتيبة الفرقان التي كانت تقاتل في سرت أحد القادة الميدانيين في حرب تحرير سرت. تراجع رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني في حكومة البرلمان المنحلة خالد نجم، تراجع عن موقفه بإدانة مصادرة شاحنات من الكتب في مدينة المرج، وأعرب في مداخلة تلفزيونية للأربعاء عن شكره التام لمديرية أمن المرج لمصادرتها لتلك الكتب. نجم كان قد أعلن عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شجبه وإدانته للحادثة، وكتب: فهذا يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الفكر، لن نرضى عنه أبدا وسنقف له بكل ما أوتينا حتى ولو بالكلمة كما كنا. يذكر أن مصادرة الكتب تمت في موجب توصية ممن وصفوا أنفسهم بالشيوخ وطلاب العلم ومكتب الأوقاف التابعين للبرلمان المنحل، وليس بموجب قرار من إدارة الرقابة على المطبوعات. يبحث أهالي وشيوخ القبائل والمؤسسات الأهلية والحكماء في مدينة ودان معاهدة لرفع الغطاء الاجتماعي
عن المجرمين والمخالفين للقانون تمهيدا لإقرارها دعم الأجهزة الأمنية من شرطة وحرس بلدي وقوات مسلحة. المعاهدة تنص على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يقوم بالتعديات والتخريب على الأموال العامة والخاصة أيضا، وعدم مساءلة من يقاوم بهذه التعديات، ومساندة القائمين على محاربتهم، والوقوف في وجه المعتدين والمخربين، وعدم التستر على أفعالهم. هذا وشهدت مدينة ودان مؤخرا عددا من الظواهر السلبية من تعديات على الأملاك العامة والخاصة أيضا. قال عضو لجنة الإدارة للشؤون الفنية في المنطقة الوسطى والشرقية بشركة البريغا لتسويق النفط خير الله صالح، قال أن أسباب تأخر وصول الوقود والمحروقات في الفترة الماضية تتمثل في تعطل ميناء بني غازي عن العمل، إضافة إلى تردي الوضع الأمني، بالإضافة إلى الفارق الزمني في تفريغ شحنة الوقود. يذكر أن مناطق الجبل الأخضر قد ناشدت في أكثر من مرة، حيث نشدوا المسؤولين بحل مشاكل انقطاع الكهرباء ونقص الكيروسين وكذلك الغاز أيضا في ظل انخفاض درجات الحرارة أدى إلى حالات وفاة بين صغار وكبار السن. في الخبر الأخير من أخبار السابعة، حيث نجح الليبي عدنان شنيب في تطوير جهاز لمساعدة ضعاف السمع بتكلفة أقل تصل إلى 90% وفق ما نقلته مجلة كاليفورنيا بيزنس جورنال الأمريكية. المجلة ذكرت أن شنيب كرس حياته المهنية لأكثر من عقدين من الزمن لمساعدة الأشخاص ضعاف السمع، ونجح في صناعة أصغر جهاز سمع في العالم أطلق عليه اسم ليربيك، والذي يغير مجرى الصناعة بأكملها بتخفيض تكاليف تصنيع الأجهزة والمساعدة بنسبة 90%، وتصل تكلفته الآن إلى $300 فقط مقارنة ب$3 في الماضي، $3,000 عفوا. إلى جولة في أحوال الطقس نتابع. قبل الختام هذا تذكير لأهم الأنباء. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وار وقوات الكرامة في المحور الغربي والطيران يواصل استهدافه لمنطقة قنفودة. حفتر يطالب مناصريه في طرابلس بأن يستعدوا لما وصفه بالنصر القريب. حكومة الإنقاذ تصف منتدى لندن بالمشبوه، تؤكد أن لقاء تونس جاء استجابة لمطالب عملية الكرامة. وتابعتم أيضا في الولايات المتحدة ليبيون يطور أصغر جهاز في العالم لضعاف السمع. في الختام مشاهدينا، يمكنكم متابعة بثنا الحي على صفحاتنا على فيسبوك تناصح تي في، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تيليجرام يوتيوب تناصح دوت تي في. إلى اللقاء.